أيضا من الأخبار الطيبة ما كشفه السيد رئيس الوزراء النهاردة، أزمة الدواء. إحنا كنا بنعاني من أزمة دواء ضخمة، السيد رئيس الوزراء النهاردة زار عدد من مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر، وقال تصريحات مهمة جدا. قال بعيدا عن أن صناعة الدواء تاريخية وعملاقة وبقالها أكتر من 100 سنة، في آخر 3 سنين بس تم إنشاء 15 مصنع جديد للأدوية، عدد المصانع اللي موجودة في مصر 172 مصنع. طيب كان عندنا أزمة، قال أن مصر عندنا بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء، صدرنا العام الماضي ما قيمته مليار دولار، خلال عامين هيوصل لاتنين، يقفز هذا الرقم 2 مليار، يعني 3 مليار دولار صادرات قبل 2030 هنكون واصلين ل3 مليار. جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشكلة نقص الدواء في سبيل الانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وقال احنا كان عندنا 580 دواء بهم نقص في السوق المصري، تم حل مشكلة 470 دواء، متبقي 110 أدوية سوف يتم حل المشكلة نهائيا خلال الشهر المقبل. يعني خلال شهر 10 تكون مشكلة الدواء منتهية تماما، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوفرة خلال الأسابيع القليلة الماضية. لطرح بعض الأسئلة لنستوضح ونطمئن الناس أكتر، معنا السيد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. ممكن نعرف إيه الإجراءات اللي عملتها الدولة خلال هذه المدة واستطاعت أن تسد فجوة 470 دواء، وما الذي يعيق 110 دواء الآخرين؟ الإجراءات متعددة، بدأت مع نجاح الدولة في تحقيق التوازن في سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي، وبالتالي استطعنا أن احنا بدأنا تدريجيا نفرج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، وده ساهم طبعا في دفع عملية الإنتاج. ده من ناحية. من ناحية أخرى بدأنا في عملية إجراء تعديل في بعض أسعار الأدوية بما يمكن المصانع من تغطية تكلفة الإنتاج، وده برضو ساهم في دعم قدرة المصانع على إعادة العمل وإعادة التشغيل مرة أخرى والإنتاج للأدوية. العملية دي بدأت بصورة تدريجية، واستطعنا من خلالها خلال الأسابيع الماضية كما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء من حل يعني مشكلة نقص حوالي 470 دواء، وإن شاء الله فاضل 110 دواء، إن شاء الله يعني 110 دواء سيتم العمل على توفيرها خلال شهر إن شاء الله من الآن. هل من هذه الأدوية اللي هتكتمل من 110 ولا اكتملت الأنسولين وأدوية السكر؟ يعني بعض الأدوية أنا يعني ممكن أوفر لحضرتك طبعا يعني لاحقا لسه بالأدوية اللي جاري العمل عليها، ولكن خليني أقول لحضرتك أنه السوق بصفة عامة إحنا بننتج محليا حوالي 91% من الأدوية اللي موجودة في السوق، وبالتالي الجزء اللي فاضل هو جزء بسيط جدا. هناك نعلم انه في نقص في بعض الادويه، لكن يعني جاري العمل على توفيرها ان شاء الله، وسنعمل يعني هي الموضوع كله حضرتك ان شاء الله يستغرق حوالي شهر واحد فقط، ونكون نجحنا في توفير كل الادويه اللي بتعاني من النقص. بشكرك جدا سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.